دكتور، يعني نعود للحديث ونستكمل الحوار، نتحدث أكثر عن مفهوم السياحة البينية وأيضا كيفية تنفيذ هذا النوع من السياحة على أرض الواقع بين الدول في نوع أو في حالة من التعاون نوعا ما، وأيضا ترويجية بنفس الوقت. أستاذ إبراهيم، ده حاجة عظيمة جدا اللي أنت بتقولها. كيفية التنفيذ، النهاو، هي دي مربط الفرس. هنفضل نتكلم وكل واحد هيتكلم في اتجاه، كان أستاذ أحمد بيفكر في العراق بس، حضرتك بتفكر في الأردن بس، أستاذ ياسمين بتفكر في فلسطين بس، أنا بفكر في مصر. إحنا مفروض يبقى في فكر جمعي ومنظم، وعشان كده أنا قلت بالناشد الدكتور أحمد بيه أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية من خلال لجنة السياحة، إن هم نبتدي نشوف المعوقات بتاعة السياحة البينية، وبعد كده بعد ما نبتدي نزيل هذه المعوقات الروتينية في الانتقال. أصلا أهم حاجة في السياحة إيه؟ الانتقال. بنتقل أجيلك، عشان أنتقل أجيلك لازم تبقى الوسيلة سهلة، وفي نفس الوقت لازم ألاقي تسهيل. بين مصر والأردن مفيش تأشيرة، في وقت من الأوقات كان بيننا وبين العراق مفيش تأشيرة، ونفس الحكاية بيننا وبين فلسطين. مفروض تبقى في منظومة نبتدي نحركها، بحيث ان احنا نقضي اولا على المشاكل اللي موجودة بتاعة الانتقال وسهولته، وفي نفس الوقت هنبتدي نوفر في البيوت العربية ذات نفسها. انا لو انا جيت لك انا في الاردن وما لقيتش فندق، اكيد هلاقي في الاردن ناس هيسكنوني في بيوتهم، وفي العراق وفي فلسطين، وعندنا في مصر نفس الحكاية. أنا لسه كنت في سانت كاترين وجاي من سانت كاترين، هناك في بيت بتاع الشيخ حميد. بيت الشيخ حميد من القبيلة الجبالية اللي هم ماسكين منطقة سانت كاترين بالكامل، بيته ما حدش يعدي غير يخش يأكل فيه، وإذا ما أكلش يزعل. إحنا كده، إحنا عرب، إحنا العرب دول في كرم، وإحنا بننحضر دائما وفي ارتباط وفي أنساب يعني بينا. احنا عندنا قبائل سعودية موجودة هنا في مصر، عندنا قبائل ليبية، عندنا قبائل أردنية، عندنا قبائل فلسطينية هناك، عندهم في فلسطين في عائلات كتير مصرية موجودة وأسماء مصرية موجودة. يبقى احنا لازم نعمل بيت للكل، نخلي هذا البيت للكل، ان يبقى بينا احنا كعرب لنا الأولوية بينا ان احنا ننتقل او نتزاور او نخش بأي وسيلة أنا لا أعلمها، لأن المواضيع دي مواضيع طبعا فيها سياسات بين الدول وبعضها، ولكن نحن نناشد لأن ده مستقبل ليا ومستقبل لأولادي ومستقبل ليك، وإن شاء الله يبقى لأولادك وأولادكم جميعا، إن احنا نبتدي من النهاردة ننادي بالسياحة البينية، ونبتدي نعظم من القيمة المضافة للسياحة بيننا، حتى لو بيننا وبين بعض، حتى لو يجي لي عائلات من العراق وعائلات من فلسطين وعائلات من الأردن وعائلات من سوريا وعائلات من الخليج وعائلات من المغرب وعائلات من السعودية، نبقى نقوي ان احنا الشبكة بيننا وبين بعض. واهم حاجة احنا في شهر الحب، شهر فبراير، نرجع نحب بعض ونحب عن فعل ونحب فعلا الخير لبعض.